قال معالي الشيخ خالد بن عبد الله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق إن تطويع أنظمة تقنية المعلومات لخدمة مشروع الضمان الصحي صحة من النواحي الإكلينيكية والإدارية والمالية ما هي إلا خطوة على طريق تنفيذ المشروع المرتقب وفق أفضل الممارسات. وأكد معاليه أن البحرين في ظل توجيهات قيادتها الحكيمة مقبلة على تطوير شامل لقطاع الرعاية الصحية، وذلك في أعقاب إقرار الخطة الوطنية للصحة 2016-2025 والتي يعد مشروع الضمان الصحي إحدى المبادرات الوطنية المهمة والمنبثقة منها والهدف إلى بناء نظام صحي متميز يرتكز على الجودة والاختيار والاستدامة في تقديم الخدمات الصحية التي تصب في مصلحة المريض. وكان معالي الشيخ خالد بن عبد الله الخليفة قد شمل برعايته الكريمة حفل الهيئة الكورية لتقييم ومراجعة التأمين الصحي، وذلك احتفاء بالبدء في المشروع الذي تنفذه لصالح المجلس الأعلى للصحة والمتعلق بالأنظمة المعلوماتية المعنية بنظام الضمان الصحي. خلال الحفل ألقى معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله الخليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة كلمة أكد فيها أن نظام المعلومات الصحية يعتبر العصب الأساسي والعمود الفقري لبرنامج الضمان الصحي، وهو نظام يوحد المعلومات الصحية في جميع المستشفيات والمؤسسات الصحية لتشكل ملفا لكل فرد يمكن أن يطلع عليه أي طبيب عامل في البحرين، ونظام معلومات الضمان الصحي ونظام الأدوية والذي يمكن صرف الأدوية للمرضى الخارجين من الصيدليات مباشرة بتطبيق نظام الوصفة الإلكترونية إلى جانب نظام استخراج التقارير من النظم السابقة. من جانبه أعرب سعادة السيد سونغ جو يانغ سعادة رئيس لجنة الصحة والرعاية الاجتماعية في المجلس الوطني بالجمهورية الكورية في كلمة له خلال الحفل، أعرب عن أمله أن يشهد النظام تطورا شاملا وملموسا بتطبيق الضمان الصحي، وأن يساهم هذا المشروع في تحقيق أقصى قدر من الفاعلية في إدارة الإنفاق على الرعاية الصحية. المعلومات الصحية بالنسبة للمشروع الضمان الصحي يعتبر العمود الفقري للمشروع، لأنه الحقيقة بتعتمد عليها في يعني نوعية الخدمة التي نقدمها وبعدين تكلفة الخدمة التي نقدمها. المشروع المقدم من كوريا يشمل أربعة يعني عناصر. العنصر الأول هو الملف الطبي الموحد، هو اللي بنعمل عليه بحيث تكون موجود لكل بحريني مواطن أو مقيم ملف طبي ممكن يطلع عليه أي طبيب يعمل في الخدمة. الموضوع الثاني هو موضوع الأدوية، وهو السيطرة على الأدوية في البحرين بشكل كامل، ونتمكن من صرف الأدوية عن طريق الوصفة الإلكترونية. وهذا السيستم أيضا، هذا النظام أيضا يعطي ضمان لحسن استعمال الأدوية وعدم الضرر من الأدوية. الموضوع الثالث موضوع التأمين الصحي، نظام التأمين الصحي، ومن خلاله تكون كل المطالبات المالية من مقدمي الخدمة ومشتري الخدمة، فبذلك يسيطر على كل المسائل المالية بالنسبة للصحة في البحرين، وبذلك نقدر نضمن سيطرتنا على المجال المالي والجودة وطريقة استعمال الخدمة الصحية في البحرين.